ليك يا احمد، واحنا دلوقتي وصلنا لاخر محطه لينا في هذا الصباح مع فنجان القهوه وكوبايه الشاي. هنقرا معاكم ابرز عناوين الصحف المحليه طلعتنا صباح اليوم مع الاستاذ محمد الشماع الكاتب الصحفي باخبار اليوم. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. هنبدا بجريده الاخبار الصفحه الثالثه. الخمسين تقر الدستور بعد التوافق على اربع مواد خلافيه وجواز الجمع بين الفرد والقائمه باي نسبه في النظام الانتخابي. ده اول عنواننا. المواد الخلافيه وتاثيرها على التوافق العام على الدستور واحالتها هذه المواد الى المشرع ورئيس الجمهوريه، يعني هل هو نقطه تحسب للجنه الخمسين ام تحسب على لجنه الخمسين؟ يعني هو بداية نقدر نقول ان حالة الاجماع واللي يعني بتفوق حالة التوافق في لجنة الخمسين على معظم مواد الدستور ده شيء رائع، بالرغم من محاولات الهدم للجنة الخمسين ومحاولات التشكيك والانسحابات او الاعتراضات او التظاهرات خارج لجنة الخمسين. كان قدام اللجنة الغام كثيرة جدا جدا، اعتقد ان ما توصلت اليه اللجنة شيء رائع ويمكن البناء عليه. المواد الخلافية بالنسبة للانتخابات البرلمانية وإذا كانت بالفردي أو القائمة أو التلت والتلتين أو العكس بالنسبة للفردي والقائمة، أعتقد أن المشرع هيحسمها، وأنا بطالب يعني بنبقى ننظر إلى التجارب السابقة خاصة في الانتخابات البرلمانية السابقة في 2012، لأنه كان الانتخاب القائمة والانتخاب الفردي حصل فيه مشاكل ضخمة جدا جدا جدا، وكانت النتائج يعني غير مرضية بالنسبة للناخبين وبالنسبه للمرشحين. مش بتعبر عن الواقع على الاطلاق، لان مساحات الدوائر كانت شاسعه جدا جدا جدا، الناخب لا يستطيع ان هو يميز بين المرشح واخر. ايضا فتره الانتخابات كانت قصيره جدا، فتره الترشيح كانت قصيره. ايضا احنا تعودنا على النظام الفردي منذ سنوات طويله جدا جدا، ويعني في وقعه اثناء التصويت كان احد الساده المستشارين الكبار جدا واساتذه القانون الدستوري، كنا على القناة الأولى في تلفزيون مصري، وأكد إن هو ما عرفش يدي صوته من كثرة عدد المرشحين في القائمة والورقة اللي هي الكارت بتاع الفردي والكارت بتاع القائمة، وكان في حالة ضياع كبيرة جدا جدا لم تنقذه منها سوى إحدى تلميذاته والمستشارات، وشرحت له مسألة كيفية التصويت وده مش متاح للجميع زي ما حضرتك طبعا عارفة، خاصة في ظل ظروف الأمية والأمية الثقافية وعدم معرفة المواطن بالأحزاب ونشاط الأحزاب وبرامجها، كل دي أمور معقدة ينبغي التريث فيها. حضرتك شايف الأنسب إيه؟ حتى هذه اللحظة النظام الفردي هو ده. الأحزاب بتناضل وبعض القوى السياسية بتناضل إن هي يبقى نظام القايمة علشان تضمن عدد معين من المقاعد تحت قبة البرلمان، ولكن ده هي بحجة إن هو تقوية الأحزاب، لكن حتى هذه اللحظة فقد ثبت فشل الأحزاب فشل ذريع جدا جدا في إن هي تحتوي الشارع السياسي أو تستمر الدعم ليهم. بالظبط كده، احنا بقالنا زي بالظبط مشكلة ال 50% دي، احنا داخلين اكتر من حوالي 50 سنه نسبه العمال والفلاحين، والناس النهارده بتتباكى على نسبه ال 50%، بعض يعني المزايدين والمتاجرين بهذه النسبه، بيؤكد ان دي حق وحق مكتسب، دي مرحله يعني يجب ان يحدث الفطام، فطام سياسي. وهنا السؤال، يعني هل العمال والفلاحين كانوا واخدين حقوقهم في الفتره دي؟ بالظبط طوال السنوات العقود الطويله دي، هل كانوا واخدين حقوقهم بوجودهم في مجلس يعني او الشورى؟ تاكيد لكلام حضرتك ان العمال والفلاحين فقدوا اكثر يعني فقدوا مكاسب عديده جدا جدا تحت هذه النسبه اللي كانت بتمثل في البقى. اولا النسبه لم تكن ال 50% لم يكونوا عمال وفلاحين، كانوا ضباط شرطه وضباط جيش وما دخلوا رجال اعمال، يعني المال بيلعب دور خطير جدا جدا، وكانوا اساتذه جامعات، وكانوا يعني ابعد ما يكونوا عن تمثيل حقيقي للعمال والفلاحين. الشيء الاخر ان مصانع مصر وحداتها الانتاجيه وقلاعها الصناعيه تم بيعها اثناء وجود العمال والفلاحين تحت قبه البرلمان، لم يتحدث منهم احد، لم يدافع عن هذه المكاسب احد. ايضا الفلاحين يعني شافوا
عذابات لا حصر لها خلال تواجد. وحتى هذه المادة اللي كانت موجودة في الدستور في الخمسينات كانت في إطار منظومة متكاملة لإعطاء هذه الفئات حقها، ده يعني ما بقاش موجود، ويمكن 2013 تعدينا هذه المرحلة. بالتأكيد الخريطة الاجتماعية في مصر تغيرت تماما. النهاردة يستطيع أن يعبر عن العمال أبناء العمال والفلاحين، ويستطيع المثقفين أن يعبروا عن العمال والفلاحين، ولما لا تكون نسبة العمال والفلاحين تحت قبة البرلمان أكثر من 50%، وده هيعود إلى النشاط السياسي والحركة السياسية والقيادات السياسية من العمال والفلاحين اللي تستطيع أن تستوعب مشاكل هؤلاء وأن تعبر عنهم. وهم بيقولوا 80% من المجتمع، ده شيء جميل جدا جدا. إذا أنت مش قادر تحصل على 20 أو 30% من 80% اللي أنت عايز تمثلهم، يبقى أنت لم تحقق أي نجاح، وأنت حققت فشل كبير جدا جدا. فأنا بتصور يعني الدستور كان له مزاد كبيرة جدا. المسودة اللي احنا إن شاء الله هيجرى عليها الاستفتاء، سواء كان بالنسبة 50% العمال والفلاحين نستبعدها، وأيضا جزئية عملية التمييز الغير مبررة للشباب والمرأة والأقباط، كل دي أمور يعني المشروع الدستور فيها كان موفق جدا جدا جدا، لأنه هم يقولوا الشباب ما ياخدش حقه. أنا عايز بس أقول إن الشباب عندما يتحرك ويفرض رأيه ويبقى فيه تواصل بينه وبين الشارع السياسي، عندنا حركة التمرد اللي استطاعت إن هي ما فعلته في ثورة 30 يونيو غيرت الخريطة السياسية في مصر وألغت نظام، ودول كان مجموعة من الشباب أمنوا بمبادئهم وأمنوا بثورة 25 يناير وجهدوا، وكانت النتيجة العظيمة اللي إحنا وصلنا لها في ثورة 30 يناير. أنا بقول إن اللي عنده القدرة إن هو يشتغل في العمل السياسي يتقدم، اللي عنده أفكار، اللي عنده طموحات، اللي عنده أفكار تفيد هذا الوطن يستطيع أن يتقدم ويحصل على ثقة جموع المواطنين وليس العمال والفلاحين. بالتأكيد يعني جريدة الأهرام الصفحة الأولى: استمرار مظاهرات الجامعات وطرد طلاب الإخوان من التحرير والنهضة. يعني رمزية وصول طلاب الإخوان إلى ميدان التحرير، يعني أنا هقول لحضرتك إحنا عايزين نقول إيه، يعني إيه ما هو الهدف من عملية التظاهر واستخدام، يعني احنا لو نلاحظ دلوقتي التظاهرات كلها بتخرج باسم طلبة الجامعات، سواء كان في الازهر او القاهرة او الاسكندرية او المنصورة، او كل هذه التظاهرات بتخرج باسم طلبة الجامعات. واعتقد واؤكد ان يعني ده حق ورد به باطل، ان هذه الجامعات وهؤلاء الطلاب الشرفاء بيتم استخدامهم. ولما نيجي نفرز المظاهرات في التحرير زي ما الكل وسائل الاعلام اشارت، هنلاقي ان عدد قليل جدا من الطلاب واعداد غفيره جدا من اعضاء الجماعه الارهابيه المحظوره وبلطجيه ومأجورين. احنا مع حريه التظاهر السلمي، وده شيء حق ما حدش يقدر ينازع اي مواطن فيه، لكن عندما يستخدم هذا الحق في تدمير البلد والتفجير والحرائق وقطع الطرق وقطع خطوط السكك الحديدية وتدمير المنشآت العامة والخاصة، ده مرفوض تماما. يا أستاذ محمد، إن يعني على الرغم من ذلك المفروض أن هذا القانون كان يقابل بالترحاب، ولكن ما حدث كان بالعكس تماما، كان في انتقادات شديدة لهذا القانون. خلينا الأول نقرأ العنوان من المصري اليوم عن نفس هذا الموضوع: رئيس الجمهورية يقول للشباب الثورة ليست للأبد وحان وقت البناء، قانون التظاهر صدر ليطبق ويجب احترامه ولا نية لتعديله. ربما النية في إصدار هذا القانون كانت نية جيدة، ضبط الشارع، أن ما بقاش في هذه الحالة من الفوضى اللي كانت سائدة، ما بقاش في تعطيل لمصالح المواطنين. ولكن هل كان هناك توفيق في توقيت صدور القانون؟ هو صدور القانون كان مطلوب، بس ده تأخر، يعني تأخر إصدار مثل هذا القانون، لأن احنا النهاردة داخلين على 3 سنوات من مرحلة انتقالية. نعم. والمظاهرات لا تنقطع، والعمليات الإجرامية لا تتوقف تحت زعم المطالبة بالحريات والمطالبة بتغيير النظام والمطالبة السياسية وحقوق وتحقيق ثورة أهداف 25 يناير وحقوق الشهداء اللي هو حق بيراد به الباطل. فكل ذي الأمور أعتقد أن القانون كان يجب أن يصدر قبل ذلك أيضا. وعندما نقال ليه قبل بهذه الانتقادات، خصوصا نحن يعني ما بنتكلمش عن فئة واحدة، بنتكلم عن أكتر من فئة، عن أكتر من يعني حتى في تناقضات ما بين هذه الفئات اللي رافضة للقانون، ومن هنا لابد من الالتفات والنظر لماذا تم رفضه. تمام، يعني لو حضرتك تقارن بين القانون اللي أصدرته الجماعة